اخواتي اللي على الحديدة، احلى تحية من موقعي هذا، وتم الاستجابة لكل الكومنتات اللي جات لي في الفترة الاخيرة. يا يوسف عايزين تجميعات مستعملة، انت عمال تجيب في اجهزة استعمال خارج، عمال تعمل في تجميعات جديدة سواء متوسطة او عالية او رخيصة. يا عم احنا عاوزين تجميعة مستعملة وتمشينا وتكون تجميعة محترمة. عمك ابو المكتشفين زي ما وعدك هيوفي، وانت كمان انزل اعمل لي دلوقتي حالا لايك قبل ما ندخل في الحلقة. ومن غير اي تاخير خلينا ندخل في الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم يا جيش المكتشفين في حلقة جديدة على قناة اكتشف العالم التقني والتجميعة مستعملة بسعر حلو قوي. والتجميعة دي يا رجالة أنا جايبها لكم مستعملة زي ما هي، عشان أنا في الحلقة دي عايز أعيش تجربة اليوزر اللي هو على الابيض، هو معاه كم مليم كده وعايز يجيب بيهم تجميعه مستعمله يقعد يعيش حياته عليها، سواء شغل سواء برامج هندسيه سواء برامج جرافيك سواء جيمنج سواء كونتنت كريتور. اول حاجه يا باشا بالنسبه للجزء بتاع فحص القطع، فانا كنت منزل فيديوهات كتير قبل كده ازاي تفحص الكارت وازاي تفحص الشاشه وازاي تفحص كارت الشاشه. والله ما هي الغباوه دي. ايه ده؟ وصاحب التجميعة دي كان مستخسر حرفيا في كل حاجة ملهاش لازمة بالمعنى الحرفي. التجميعة دي هقول لكم على كم اقتراح في اخر الحلقة حرفيا هينقلوها في حتة تانية خالص. مش هكذب عليك لو قلت لك ان انت حرفيا بكام تركات هتعمله في اخر الحلقة اللي هقول لك عليهم هتاخد تقريبا 20 او 25% اداء زيادة ببلاش. تاني تنويه هو ان كل قطعة من القطع بتاعت التجميعة دي اتعمل لها فيديو تفصيلي على القناة اتكلمت فيها من الابرة للصاروخ، فاحنا في التجميع هنا هناخد لقطات بس ونتكلم على كل منتج بشكل سريع. لكن لو في منتج معين عجبك وعايز تدشمله حرفيا معلومات هسيب لك الروابط بتاعت الفيديوهات كلها في الديسكريبشن او في الاي اللي بتطلع يمين وشمال دي. نبدا بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده بالبورده بتاعتنا، وهي الاسوس البي 450 الام البرو اس. بورده محترمه قوي، دوائر الطاقه بتاعتها بنت حلال، عليها مشتت حراري في كل حته حرفيا. البورده اللي كانت بعنوان صغير بس يحير حرفيا لان هي مايكرو اي تي اكس، ولكن بورده ممتازه. البورده جايه بسوكت الاي ام 4 لشركه اي ام دي اللي هيشيل البروسيسور بتاعنا مستريح جدا، وهو الرايزن 7 3700 اكس. بروسيسور ابن حلال جاي ب 8 كور 16 ثريد. والحلو في الموضوع هو ان الرامات بتاعت التجميعه دي هي رامات 16 جيجا دي دي ار 4 2666 ميجا هرتز من شركه كروجل. هتقول لي يا ابو المكتشفين ايه الحلو في كده؟ هقول لك الحلو في كده يا صديقي هو ان كلنا عارفين ان 8 جيجا حاليا بقت اللي هي ايه، يعني البرامج والالعاب بيسلكوا بيهم سنانهم. 16 جيجا يعتبر في بدايات 2024 اللي احنا فيها دي، يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده اللي هي جهاز واخد نفسه. والحلو برضو ان هما جايين رامتين، فانا كسبان منهم الدول تشانل وكسبان منهم اداء اعلى من الاداء بتاعهم. لازم نحط في الجهاز ده اس اس دي ويكون هو ده الاساسي عشان يبدا يهندل الدنيا. انت عايز تزود هارد ميكانيكا يا باشا براحتك، ايش حياتك. تنين الليله دي كلها ووحش الكون اللي ما جاش زيه بقاله اكتر من 5 سنين هو الكارت الشاشه السافاير النايترو الار اكس 580 نسخه 8 جيجا جي دي دي ار 5. وكنا عاملين ريفيو تفصيلي عندنا هنا على القناه جبناه، بص حرفيا نفضناه. فده يعتبر العمود الفقري بتاع الجهاز بتاعنا، والجهاز بتاعنا بفضل ربنا ثم الكارت ده هو اللي هيخلينا ناخد اداء قوي جدا من الجهاز ده. الكيسه بقى اللي هنلم فيها القصه دي كلها هي عباره عن حرفيا 4 بيبان لونهم ابيض من الستانل ستيل، وفيهم مروحه اكزوست موفر فيهم جدا جدا جدا، مع باور سبلاي فيجا 500 واط 18 بلس وايت. انا بصراحه يعني من ضمن الحاجات اللي هتكلم عليها كتير قوي في نهايه الحلقه النقطه دي، فعايزك تفتكرها كويس قوي. مميزات بقى الجهاز ده ان هو كارت الشاشه والبروسيسور نوعا ما اقوياء، كمان زي ما قلت لك نقطه ان الرامات 16 جيجا دول تشانل، فبرضه الموضوع حلو قوي. ولكن يظل بصراحه ملك الجهاز ده هو كارت الشاشه الار اكس 580، لانه زي ما انت ما هتشوف في البنش مارك في العاب شغاله عليه بجوده عاليه جدا معديه 90 فريم مستريح على جهاز المفروض ان هو متوسط بالمنظر ده. فانا يا ابو الصحاب هسيبك دلوقتي مع البنش مارك وتعالى بقى لاخوك ابو المكتشفين يهبدك العيوب وكم الاقتراح اللي هقول لك عليه.
طيب يا شباب، زي ما انتم ما شفتوا في البنش مارك ما شاء الله الجهاز محترم جدا ومؤدي جدا معايا في كل حاجه بصراحه وما فتحش بقه. قال لا يا ابو المكتشفين، طب ايه المشكله يا عم وايه العيوب بتاعت الجهاز؟ هقول لك العيب كله بيتمحور في عيب واحد قوي نازل منه عيوب متفرعه. هتقول لي مش فاهمك يعني ايه؟ هقول لك يعني العيب القوي جدا اللي في الجهاز ده ان صاحب الجهاز ده ما عندوش خبره كافيه في الهاردوير لما كان بيجمع، فعشان كده هتلاقي في بقى عيوب كتير قوي نازله من الموضوع ده. خد عندك مثلا رقم واحد، الرامات كان المفروض يجيبها 3200 ميجا هرتز، وكمان كان المفروض يجيبها بسي ال محترم شويه عشان معدل التاخير ما بقاش كبير. كمان البروسيسور انا لو كنت منه بصراحه كنت هجيب الرايزن 5 ال 5600 اكس او الرايزن 5 ال 5600 جي. انا عارف كويس جدا ان في ناس عندها عقده الخواجه ان هو طالما ده رايزن 5 ده رايزن 7 فيبقى رايزن 7 احسن. يا عم مش كده، في حاجه اسمها اجيال. فانا لو كنت منه بصراحه كنت هجيب حته حلوه كده شبه الرايزن 5 5600 اكس، بروسيسور متوسط محترم جدا هيديك الاداء اللي انت عايزه وزياده. كمان التبريد بتاع البروسيسور، هو حاطط تبريد الاستوك على راسي، املنا يا عم ما قلناش حاجه. بس للاسف الرايزن 7 ال 3700 اكس بيجي بتبريد استوك تاني خالص. انا عارف ان هو التبريد الاستوك بتاع رايزن 7 3700 اكس هو الاستوك بتاعه وحش جدا بصراحه. المروحه اللي احنا حطينا دلوقتي الاستوك بتاعت ريس ستيلز اللي هي المروحه السوداء بتاعت الاي ام دي اللي احنا عارفينها متعودين عليها، بس برضه ستيل ان هو التبريد كان محتاج تظبيط شويه، وخصوصا ان انت حطيتهم في كيسه. يعني بص حرفيا انت جايب اخرها الكيسه، انت جايب اخرها. يعني كان المفروض تجيب مثلا كومبو زيجماتيك ماستر اكس مثلا باور سبلاي 600 وات 18 بلس وايت مع تهويه كويسه، الدنيا حلوه. وخصوصا كمان ان هي الكيسه البيتفينكس بتيجي بمروحه واحده ستوك، انت لو عايز تحط مروحه تاني بتحط مروحتين قدام، فهو مش حاطط، فالاير فلو نوعا ما مش حلو مش متظبط. الكيسه والباور سبلاي بصراحه كان فاضل لهم تكه. يعني انت مثلا نقول الكيسه البيتفينكس انت جايب برينج مثلا ال 800 جنيه والباور مثلا جايبه برينج ال 1000 جنيه، يعني 1800 جنيه. يا عم الحاج طب ما انت اجدع كومبو زيجماتيك ولا سي ام بي 510 ولا الانتك ال 291 اللي كنا مراجعينه مع القناه قبل كده بيلعب في رينج 2000 2000 ونص، يعني زود لك 200 300 جنيه وخد حاجه احسن. بس بصراحه زي ما قلت لكم الحسنه الوحيده اللي تغفر للجهاز ده كل ذنوبه هو كارت الشاشه. كارت شاشه قوي جدا متميز جدا، انصحكم ان انتوا تشوفوا المراجعه الكامله بتاعته هتستمتعوا بيها قوي. اما بقى بالنسبه لسعر الجهاز ده مستعمل، فسعره بيتراوح من 12000 جنيه ل 15000 جنيه. انا ما اقدرش اقول لك السعر بالظبط، هو بيتراوح في الرينج ده على حسب الناس اللي على حسب حالة القطع، بكرتونة ولا من غير، في الضمان ولا من غير ضمان، فيها مشكلة ولا ما فيهاش مشكلة، وهكذا. هيطلع لي واحد دلوقتي في الكومنتات يا ابو المكتشفين 12000 و15000 ده انا هجيب بيهم تجميعة جديدة احسن. هقول لك يا باشا انا معاك ورأيي يحترم جدا وتجميعة جديدة احسن طبعا على راسي، انا ما اقدرش اقول لك حاجة. بس ال 12000 وال 15000 دول للأسف للأسف يجيبوا لك تجميعة دلوقتي متوسطة بدون كارت شاشة. انت بتتكلم البروسيسور لوحده هيبقى مثلا عامل رينج 5500 جنيه، او يا سيدي قول 5000 جنيه بروسيسور متوسط، بوردة متوسطة ب 4000 جنيه يعني 9000 جنيه. يا عم هات كومبو في التاريخ كيسة باور سبلاي 2000 جنيه، يعني كده انت بتتكلم رينج 11000 جنيه رامة على هارد على مش عارف ايه، قفلت ال 13 14000 جنيه تجميعه بدون كارت شاشه لسه. فانت والله قدامك سكتين، عايز تاخد الريسك في التجميعه المستعمله اللي انا عاملها دي وتدور على القطع وتبدا تفحصها وتعيش حياتك ماشي، هي في كل الاحوال احسن من الاجهزه الاستيراد خارج. اما رايي انا الشخصي بصراحه واللي انا بنصحكم بيه، بلاش تاخدوا الريسك، وخصوصا ان القطع المستعمله زي كارت الشاشه والكلام ده بيبقى فيه منه تعدين كتير قوي، وخصوصا الار اكس 580 وال 570. فانت لو تقدر برينج ال 10-12 ألف دول تستثمرهم في تجميعة بدون كارت شاشة معلش مؤقتا لغاية لما ربنا يرزقك بكارت شاشة محترم مثلا وتشتريه بعد كده، يبقى ممتاز جدا. ما عرفتش يا باشا خد الريسك وتوكل على الله وافحص كويس جدا واشتري تجميعة مستعملة بنفس الرينج اللي انا قلت لك عليه ده. وده كان تلبية لطلبات جيش المكتشفين في ان احنا نعمل تجميعة مستعملة هنا على القناة. وعلى فكرة دي اول تجميعة مستعملة عندي على القناة، انا طول
عمري شغال تجميعات جديدة يا اما كيسات استيراد خارج، ولكن دي اول تجميع مستعملة. فلو انتوا حابين نستمر يا ريت تعمل لايك شير سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس على جميع التنبيهات. اكتب لي في الكومنتات تحت ايه رأيك في الحلقة دي وفي التجميعة دي، ايه رأيك في الاقتراحات اللي انا قلتها، شايف هتفرق فعلا ولا ملهاش لازمة؟ مستني الكومنت الجميل بتاعك تحت في الكومنتات. كان معاكم يوسف نصر من قناة اكتشف العالم التقني، اشوفكم ان شاء الله في الحلقة اللي جاية على خير، في امان الله.